تحدثت أنا وصديقي وزير الداخلية سيد كمال على كيفية التعاون مع أخواننا في الجزائر في ما يخص وزارتي الداخلية. هناك لجان فنية بين الوزارتين، عندنا أو لدينا مجموعة من النقاط اللي تحدثنا فيها من حيث تدريب العناصر الشرطية ومراعاة الإخوان الليبيين اللي مقيمين في الجزائر، وكذلك النظر في ظروف الجزائريين الموجودين عندنا في ليبيا. أيضا تحدثنا بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وحركة المواطنين سواء كانت السلع الليبية أو السلع الجزائرية. فتطابق الآراء في كثير من 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 الملفات، واتفقنا أن ندعم التنسيق مستقبلا ونذهب إلى بعض الأمور الملموسة في الميدان، كمثلا فتح المعبر الحدودي للدبداب تكلمنا عليه كثيرا، ولكن نظن حان الوقت أن السلع ما بين البلدين يعني تدخل وتخرج. تكلمنا على التكوين في مجالات الشرطة، مجال الحماية المدنية، مجال الإداري إلى آخره. المهم التنسيق متواصل ما بين الوزارتين خدمة للبلدين وخدمة للشعبين.